أهلا أهلا بأقمشة الجاسر. طبعا هذا الفرع الأكبر هو فرع الصالحية، معروف الأفرع اللي بالبلوكات الاثنين، معروف اللي بالعرضية. هذاك مجمع الصالحية وهذا فرع أقمشة الجاسر. طبعا هالفرع ما شاء الله تبارك الرحمن جدا جدا مرتب. السلام عليكم. ما شاء الله ما شاء الله، أهلا. المعرض ما شاء الله تبارك الرحمن من اكبر المعارض الجاسر. هني القسم هذا تقريبا لو تشوفون لوربيانا، ومعروف ان اقمشه الجاسر هو وكيل لوربيانا للاقمشه اللي موجود هني، قسم هني وموجود كذلك قسم هناك خاص بلوربيانا. الله يعطيكم الصحه والعافيه. اي والله قواكم الله جميعا. هذا بعد قسم مسوينه حق اقمشه لوربيانا. أبو عمر الحبيب دائما بانتظارنا في أقمشته، دائما نزعجك أبو عمر. الله يسعدك يا حبيب، الله يسعدك. وافقني الرأي أبو عمر أن أفضل وقت واحد يجي نفس الوقت هذا. الوقت هذا هادي، تجي تاخذ راحتك، تقول أبو عمر يعطيك مما عنده. ضبطنا بما عندك من الأوروبي، وخلنا نشوف الأوروبي وخلنا نشوف الياباني. اللي هو شنو؟ الإيطالي. هذا إيطالي بس بنكشة. هذا مميز صراحة. هذا الايطالي اللي يحبون النكش. حلو حلو، هذا الناس تجي تدور ادوار. مشكلتي يا جماعه بالتصوير الخامات، احس الاضاءه او الكاميرا ظالمه. هذا بعد ايطالي بس نكشه خفيفه، حيل 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 حيل. شوف تقريبا يعني بالجاسر في تنوع في مساله الايطالي، يعني مساله الاوروبي. عندك الايطالي مثلا بالصيفي، الايطالي اسباني، الاسباني، الماني، سويسري، نمساوي، نمساوي، وفي اللي بنقشه وبدون نقشه. هذا في قسم الاوروبي. وعندنا بالقسم الثاني عندنا في يمكن 25 نوع موجود. 25؟ لا، كم مسطره مختلفه؟ يمكن فوق ال 35 مسطره. قسم الياباني بالجاسر ما شاء الله تبارك الرحمن، عندك من غزلان، عندك السلام، هذول من من ال من ال يعني خلينا نقول اللي السنه هذه فصلت. الأكثر شهرة أعتقد أبو عمر اللي هي قرطبة. قرطبة من الشغلات اللي ما شاء الله مشهورة جدا في الجاسر، للي يبون وزن مو حيل، مو 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 ثقيلة حيل، بس مرتب حيل يعني حق اسمها التحرير. هذه يقول لك جديدة توها واصلة. اسمها التحرير، ما أدري إذا واضح بالتصوير. خفيفة جدا النكشة، بس شلون وزنها؟ وزن هوسط، نفس وزن السلام كذا. ايه حلو حلو. شوف تعرض لي السلامة يا ابو عمر، تعرض لي وانا لابسه. ايه حاضر. ما يصير لابس انا، لا تعرض لي يا حبيبي. هذا السلام، هذه الحين انا لابسها، هذه السلام من افضل اللي انا بالنسبة لي مناسب. انا شخصيا احب دشداشة مو طايحة، مو خامة حيل طايحة، ولا أحب الخامة الثقيلة حيل، لأن مشاويري النهارية واجد. أبي شيء خفيف وناعم. ومن مميزات السلام إذا تتذكر، أذكر قال ليها قبل وأنا لاحظها الحين، إنها ما تشف، ما تشف يعني، عرفت؟ فتحس إنها ما يبين الغولة ومدري شن. هذه جديدة، هذه النكشة الإيطالية اللي هي نفس اللي هناك صح؟ نفس، شوف نفس اللي وراني مساء الإيطالية، هذه يابانية اسمها كابري. شفت إنك المساء نفسه. جيب جيب. واحد يحبش الشغلات الأوروبية، في واحد يحب الشغلات الأوروبية. الحين هذه إيطالية وهذه يابانية. نفس النكشة، اللي يبي إيطالي موجود واللي يبي ياباني موجود. هني بالياباني اسمها كابري ها؟ إيه. هذه ممتازة حيل. ما شاء الله وصلنا لجاسر 9. في موديلات السادة، الجاسر 1، الجاسر 2، أنا كنت أحب جاسر 2، بس ترى بعد ما طحت بالسلام وغزلان صراحة يعني زعلت 2 شوي، هذولك أحلى بالنسبة لي. أو يعني الآخر سنة صراحة حيل بديت مع غزلان ناعمة. هذا اللي لبسه، هذا اللي لبسه، في شخص يحبه هذا، في شخص يحبه. أنا بالنسبة لي صراحة السنة الأخيرة غزلان والسلام يعني بالنسبة لي جدا مريحة. هذه شنو؟ هذه 9؟ إيه هذه يمكن يعني وسط او اكثر من وسط. ادل شوي. ايه شوف. هذه اقل من قرطبة بشوي. ها. وهذه؟ هذه ستار. هذه ستار وسط.
هذا لي سادة. وصل بالسادة أتوقع راح تجي هني 100% تحصل القياس اللي الوزن اللي تبي. ليش؟ لأن في درجات، يعني مو بس في خفيف ووسط وثقيل، لا في بين الخفيف والوسط وبين الوسط والثقيل، في خيارات واجد هني موجودة. واجد تنوع في كل شيء. شوف هني هذه لسته تقريبا بالخامات كلها، شوف رينج الاسعار، مثل الداني دينارين ونص، هذه الجاسر 1 و2 و3، هذه قرطبه مثلا 3.5، السلام صديقتي وغزلان هذول من افضل الخامات اللي السنه هذه طايح فيهم. اول هذه خامتي الجاسر 2، هني عندك النقشات السويسري النمساوي، هذه الاسعار. والحلو ان الاسعار موجوده وثابته، يعني هذه الاسعار اللي موجوده الحين، وهذا التنوع الكبير اللي موجود في أقمشة الجاسر. الله يسعدك يا أبو فارس. أبو فارس ترى على فكرة حاليا موجود باليابان قاعد يرتب طلبية السنة الجاية الصيف، لأن من الآن يجهزون حق شغل الصيف السنة الجاية. حلوة الصور هذه. المعرض ما شاء الله تبارك الرحمن، ترى دورين ونص بعد حتى فوق موجود، أو 3 أدوار، لأن تحت في قسم الفي آي بي ما شاء الله قاعة من قاعات الفي آي بي. في أكثر من قاعة أبو عمر، هذه واحدة أذكر، وفي واحدة ثانية هناك بعد لاحظ، وهناك قسم الأونلاين. نصور الرقم السري ولا لا؟ لا تسلم يا حبيبنا ما شاء الله تبارك الرحمن. الله يبارك، الله يبارك ويزيد. هني الشتوي الحين منزليه ما شاء الله، هذا شغل الأوروبيان.